أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة لفعاليات ووقائع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض مصر الدولي إيجيبتس 2023 في دورته السادسة. هذا الحدث الأهم لدول شمال إفريقيا، لمنطقة شمال إفريقيا بالكامل ولدول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأنه بينعقد بحضور نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى، كبار الوزراء وزراء الطاقة على مستوى العالم، كذلك أيضا حضور رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، وأيضا كبار صناع الطاقة والغاز والبترول على مستوى العالم، بالإضافة أيضا إلى قادة الأعمال وكبار رجال الأعمال وكبار المستثمرين أيضا في هذه الصناعة الهامة، صناعة الطاقة. إذن هذا المؤتمر الذي يعد منصة مصرية لها ثقلها وبتؤكد أيضا على قدرة مصر وريادتها على مستوى العالم في استضافة هذا الحدث العالمي سنويا لكي تزداد قيمته عاما بعد آخر، ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضا على المستوى العالمي بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر مؤتمر إيجيبتس 2023 في دورته السادسة، والذي يحمل عنوانا هاما للغاية: حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا ودعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة. من هذا العنوان بتتضح أهمية هذه الدورة الخاصة والاستثنائية والتي تنعقد في توقيت بالغ الأهمية. ربما هذه الأهمية التي يحملها هذا المؤتمر في دورته السادسة لأنه بينعقد بالتأكيد وسط الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على العالم أجمع، بالتأكيد الحرب الأوكرانية الروسية التي ألقت بظلالها على القطاع الاقتصادي وبشكل خاص على قطاع الطاقة، وأدت إلى ارتفاع شديد في أسعار الطاقة، وبالتالي هذا المؤتمر له دور كبير في مناقشة مختلف الحلول وكذلك أيضا الاستراتيجيات التي تواجه مثل هذه الأزمات. كما نتابع مشاهدينا الآن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المؤتمرات، وذلك استعدادا لحضور الافتتاح الخاص بالدورة السادسة لمؤتمر إيجيبتس 2023، مؤتمر ومعرض مصر الدولي. كما ذكرنا مشاهدينا، هذا المؤتمر يحتل أهمية كبيرة وسط الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك لكي يعمل على طرح مختلف القضايا التي تهدف في الأساس إلى دعم هذا القطاع الهام، قطاع الصناعة، صناعة الطاقة والغاز والبترول، بالإضافة أيضا إلى العمل على تعزيز الشراكات، وكذلك أيضا العمل على زيادة الخروج بمخرجات في منتهى الأهمية التعاون والاستثمار المشترك بين مصر والدول المشاركة في هذا المؤتمر المهم. مؤتمر إيجيبتس 2023 أيضا يحتل أهمية كبيرة نظرا مشاهدينا لأنه بينعقد بعد أشهر قليلة من انعقاد التجمع العالمي الأكبر، وهو كوب 27 الذي انعقد في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. كما نتابع الآن مشاهدينا وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المؤتمرات، حيث يشهد بعد قليل افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر إيجيبتس 2023. مؤتمر إيجيبتس 2023 الذي يستقطب حوالي 32,000 مشارك. كما نتابع الآن، هذه هي الصورة التذكارية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك أيضا وزير البترول والثروة المعدنية مع وزراء الطاقة الأجانب، وكذلك أيضا رؤساء كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة والبترول، وأيضا أمناء كبريات المنظمات الدولية في هذا المجال المهم، مجال الطاقة والبترول.
كما ذكرنا مشاهدين أن مؤتمر إيجيبت 2023 له أهمية خاصة لأنه بينعقد أيضا بعد أكبر تجمع عالمي شهدته مصر، وهو كوب 27 الذي استضافته مصر في عام 2022، واستطاعت من خلال هذا التجمع أن تؤكد للعالم أجمع على قدرتها لكي تكون قبلة للملتقيات العالمية وفي التنظيم المشرف الذي قامت به في هذا المؤتمر. استطاعت أيضا من خلال تخصيص يوم لإزالة الكربون أن تؤكد على قدرتها بالفعل على أن تقدم مبادرة لكي يشترك أو تشترك الدول الصناعية بمسؤوليتها البيئية، إلى جانب أيضا قدرتها على تحقيق الاستدامة، أن تلتزم بهذه المسؤوليات البيئية وأن تتحمل الفاتورة التي وقعت على عاتق الدول الفقيرة والدول الأفريقية بسبب التغيرات المناخية والانبعاثات الضارة. وبالتالي هذا اليوم الخاص من إزالة الكربون الذي كان في كوب 27 كان له أهمية كبيرة من أجل العمل على خفض الانبعاثات وكذلك أيضا إزالة الكربون. بالتأكيد مشاهدين، هذا المؤتمر أيضا بيهدف إلى تفعيل مخرجات كوب 27 أو مؤتمر كوب 27 بين الدول الأفريقية ودول البحر المتوسط، وذلك بشأن الاستثمار في مجال الطاقة، بشأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وكذلك أيضا بشأن العمل على خفض الانبعاثات بشكل كبير، وذلك من أجل المحافظة على البيئة. وبالتالي من أبرز الحضور والمتحدثين في هذا المؤتمر المهم مفوضة الطاقة والمناخ، لأول مرة في الاتحاد الأوروبي ستتحدث خلال هذه الدورة من إيجيبت 2023، إلى جانب أيضا مفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقي وكذلك أيضا الأمين العام لمنظمة أوباك. هناك الكثير من المنظمات الدولية وأمناء كبريات المنظمات الدولية مثل أوباك وأوابك أيضا سيشاركون في هذا المؤتمر المهم للعمل على عرض مختلف الخبرات، مختلف الممارسات التي تهدف في الأساس إلى العمل على إحداث تغييرات إيجابية في مستقبل الطاقة خلال الأعوام القادمة. بالتأكيد مشاهدينا، قطاع البترول له دور كبير للغاية في تحقيق سياسة الدولة المصرية بأن تكون مصر هي المركز الإقليمي لتجارة وتداول الطاقة والاستثمار في مجال الطاقة. استطاع قطاع البترول أن يحقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة خلال الدورات السابقة، ومن المنتظر أيضا أن يكون هناك أهداف كثيرة سيحققها في هذا المؤتمر. من المنتظر أنه، وذلك ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه سوف يعرض 12 اتفاقية للبحث في مجال البترول والغاز على البرلمان بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء للبحث واستكشاف الغاز والبترول، وذلك في خليج السويس، في أيضا الصحراء الغربية، في البحر المتوسط، بالشراكة مع الشركات العالمية، وذلك بتكلفة تصل كحد أدنى إلى 650 مليون دولار. إذن هناك الكثير من الإنجازات التي تبذل من قبل قطاع البترول في هذا المجال المهم للغاية، مجال التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة. وربما الأجندة الخاصة بالمؤتمر والتي تحتوي على الكثير من الجلسات النقاشية سوف تتطرق إلى هذه النقاط بالتحديد. فأجندة المؤتمر بتشتمل على الكثير من الجلسات المهمة: الاستدامة في مجال الطاقة، الاستثمار والتمويل في مجال الطاقة، كذلك أيضا العمل على استخدام أحدث السبل التكنولوجية في هذا المجال المهم، مجال صناعة الطاقة، بالإضافة أيضا إلى أنه لأول مرة ستكون هناك جوائز رسمية في هذا المجال حول الاستدامة في الطاقة. كما ذكرنا أن هذا المؤتمر بيستقطب أكثر من 22 ألف مشارك، بالإضافة أيضا إلى حوالي 500 عارض، وأيضا هناك 260 متحدث في الجلسات الحوارية التي سوف يشتملها هذا المؤتمر، بالإضافة أيضا إلى 65 جلسة نقاشية حول مختلف الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع الهام وكيفية تطوير ودعم هذا القطاع الهام، وكيفية أيضا تعزيز الشراكات المختلفة وتعزيز الاستثمار المشترك وفتح وإلقاء الضوء على الفرص
الفرص الجديدة الموجودة في مصر والاستثمار المشترك بين مصر ومختلف القطاعات وفي قطاع الطاقة والبترول، ولكن أيضا الشراكة والتعاون المشترك بين مصر ومختلف دول العالم من خلال ممثلي الحكومات، وزراء الطاقة، أيضا قادة صناعة النفط والبترول في مختلف أنحاء العالم. إيجيبس 2023 بالفعل بيحتل أهمية كبيرة. رئيس جمهورية مصر العربية السلام عليكم، اهلا وسهلا، تفضلوا استراحة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي والوفود، السيدات والسادة الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم جميعاً ضيوفنا الكرام في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في نسخته السادسة، والذي أصبح محفلاً مهماً يضم نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بشؤون الطاقة لبحث المتغيرات الإقليمية والدولية التي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً وكبيراً تؤثر وتتأثر به صناعة البترول والغاز في العالم. نجاحات وخطوات ثابتة متتالية يسير نحوها هذا القطاع في مصر ومن مصر، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير الدولة لتحقيق رؤيتها في قطاع الطاقة بكل ما فيها وما يؤهلها من عناصر بشرية ورؤى واثقة وبنى تحتية شيدت في توقيتات قياسية. هذا الحدث السنوي الذي يعقد على مدار 3 أيام هذا العام يعد الأبرز من نوعه في مجال الطاقة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط. والآن نبدأ بعرض فيلم قصير حول أهمية مؤتمر إيجيبس. In life, how do we measure success? By the titles we use for ourselves? With scores and ratings and what we materially gain? Or is success a measure of how we respond to life's opportunities and challenges? How readily we adapt and evolve? How we explore the depths of our understanding and scale the heights of our creativity? Since we last gathered at Egypt's 2022, the world has witnessed unprecedented volatility. As the need for global energy security becomes more urgent than ever, we've had to act together to redraw the energy map. And so, we meet today in Egypt, a country that has developed rapidly in recent years and is moving at pace to realize its vision of becoming a regional energy hub under the governance of His Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, expanding its infrastructure and launching substantial development projects, leveraging the power of collaboration with a trilateral agreement between the EU, Egypt and Israel to drive energy security further, augmenting the power of the EMGF to progress, grow and develop a sustainable regional gas market, while actively exploring natural gas decarbonization and clean energy initiatives. Since we last met here in 2022, Egypt hosted COP27 at Sharm el-Sheikh, which featured the first ever dedicated thematic day for decarbonization, arranged by Egypt's Ministry of Petroleum and Mineral Resources with active participation of the oil and gas and hard-to-abate industries, all engaged in finding solutions for climate change. COP27 and its Decarbonization Day had major outcomes for the Egyptian Ministry of Petroleum and Mineral Resources, including the announcement of the Egyptian Petroleum Sector Energy Efficiency Strategy, the Sharm el-Sheikh Oil and Gas Methane Reduction Roadmap, Egypt's Low Carbon Hydrogen Strategic Framework, in addition to the EMGF Decarbonization Initiative. Egypt has become a unifying voice for Africa's just energy transition, for combating energy poverty across the continent.
And under its COP27 presidency, a breakthrough agreement on a new loss and damage fund for vulnerable countries was reached. Over the coming 3 days, we'll enjoy unrivaled scope to explore how global economies will weather current geopolitics and the challenges of inflation and recession, how the next generation of oil, gas, and energy ecosystems will evolve, and how stated commitments around energy transition and energy solutions can be turned into real and measurable actions. Though the challenges we face are huge, and the landscape turbulent, we persevere to bring our ambition, to fulfill our commitments to succeed. For the benefit of those we love and for humanity at large, for greater prosperity and more equal opportunity, and to secure affordable and sustainable energy for all our communities. Welcome to Egypt. Welcome to the Egypt Petroleum Show. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحضور الكريم، نبدأ برنامجنا اليوم بكلمة من السيد كريستوفر هاتسون وهو رئيس الشركة المنظمة دي ام جي، فليتفضل. Your Excellencies, distinguished guests. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، بالإنابة عن شريكنا الاستراتيجي، شركائنا الاستراتيجيين وصناع الطاقة الموجودون معنا اليوم، أود أن أتقدم بالشكر لرئيس جمهورية مصر العربية سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيلائه بعض الوقت ليكون معنا اليوم. شكرا سعادة الرئيس. نحن شرفنا بحضوركم ومرحبا بكم في النسخة السادسة من إيجيبس، وهو معرض عالمي هنا في مصر. بالإنابة عن الرعاة وكل من يشارك في صناعة الطاقة، أود أن أشكر السيد الوزير طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على دعمه لنا في هذا الوقت وعلى دعمه لهذه المنصة. وهذا يظهر، وهذه المنصة هي من أكبر المنصات الموجودة في العالم، حيث لدينا أكثر من 500 عارض في المعرض، ونحن نتوقع أن نرحب بأكثر من 30,000 زائر من 70 دولة خلال الثلاثة أيام القادمة للمشاركة في حوار، في الحوار وبناء الشراكات وبناء فرص الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأن نطلق قدرات مصر كشريك استراتيجي في مجال الطاقة ولنجعلها مركزا من مراكز الطاقة الكبيرة. السيدات والسادة، تحية حارة من معرض 2023 ومرحبا بكم مرة أخرى. والآن أدعو السيد هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني باسم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لسيادتكم على رعايتكم الكريمة لهذا الحدث الهام في الصناعة النفطية. إن تشريف سيادتكم لنا اليوم إن دل على شيء، إنما يدل على الاهتمام البالغ لسيادتكم بصناعة الطاقة بشكل عام وصناعة النفط والغاز بشكل أخص، وعلى دور مصر الريادي في أسواق الطاقة. اسمح لي فخامة الرئيس أن أكمل الكلمة باللغة الإنجليزية. Your Excellency President al-Sisi,
Your Excellency Minister Tariq Al-Mulla. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير طارق الملا، إنه لمن دواعي سرور هذه الفعالية هنا في مصر لأول مرة كأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحضور هذه الفعالية. البارحة السيد الوزير الملا كان معنا في القاهرة في المعادي، وكنا نعقد اتفاقية مع أوبك ليتم تنفيذها بحلول 2059، وتمثل تكملة لما ناقشناه في بغداد. ومنذ ذلك الوقت عملت الدولتان بتعاون وثيق، وكنا ندعم هذا الاتفاق من خلال مجموعة الـ20 من أجل استدامة الطاقة والنفط العالمية. باستقرار أسعار أسواق الطاقة وكذلك خفض الانبعاثات الكربونية، إن توقعاتنا الأخيرة تظهر أن الطلب على البترول تصاعد بشكل كبير في أعقاب الجائحة، حيث وصل إلى 202 مليون برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليون برميل بحلول 2045. إلا أن صناعة البترول عانت من نقص في الاستثمارات، وحتى نضع هذه الصناعة في محلها، فإننا كأوبك نتوقع أن هناك حوالي 12 تريليون دولار أمريكي ستكون مطلوبة من الآن حتى عام 2024، وهذا يعني 5 مليار دولار في كل عام. وإنه من الهام أن نتذكر أن الاستثمارات في أمن الطاقة هي ممكن أساسي للنشاط الاقتصادي، وكذلك عنصر هام للحصول على الطاقة وحجر زاوية من أجل الاستقرار في أسواق الطاقة. أخذاً في الاعتبار حجم احتياجات الطاقة، فإنه من الحتمي أن كل الأطراف الموجودة في العالم ويجب أن تتوقف لبرهة ولتنظر إلى الصورة الكبيرة، ونعمل من أجل أن يكون هناك انتقال في مجال الطاقة بشكل منظم وشامل ويساعد على توافر أمن الطاقة للجميع. إن قيادة مصر لمؤتمر المناخ 27 وفر فرصة لأن يكون هناك عملية عادلة من شرم الشيخ. استطعنا أن ننقل رسالتنا، والتي تقول أنه ليس هناك حلاً واحداً مناسب للجميع بالنسبة لتحديات المناخ. إن كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة عضو الأوبك يوفر فرصة جديدة لكي يكون هناك توافق شامل حول تغير المناخ. وفي الختام أود أن أعبر عن عميق امتناني لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك سيادة الوزير الملا، وكل من يعمل في معرض إيجيبت بتروليوم لمشاركتهم وجهات النظر، وأن يكون لدينا حوارا موسعا حول وضع الطاقة. شكرا. والآن أدعو السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء كلمته الافتتاحية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات، السادة الحضور، بداية أود أن أرحب بكم جميعا في واحدة من المنصات الأكثر أهمية على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في نسخته السادسة، والذي لم يلبث أن أصبح في فترة وجيزة قبلة لكل مهتم بصناعة البترول والغاز. ومن هنا أتقدم بخالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أضفت رعايته الكريمة وتشريف سيادته بصمة مميزة
في نجاح المؤتمر، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعم سيادته المتواصل لقطاع البترول، فشكراً فخامة الرئيس. السيد الرئيس، الحضور الكريم، يأتي انطلاق هذه الدورة تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط، دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام، في توقيت بالغ الأهمية توالت فيه على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت تبعاتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن تلك التحديات. وسعياً للتخفيف من وطأة تلك التحديات والعمل على تحويلها لفرص داعمة للاقتصاد المصري، فقد عمل القطاع على استغلال المقاومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها. وفي إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي في تخفيف أثار تلك التحديات، فقد برز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية في المبادرة بتأسيسه. فقد توجت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي. وتواصلت نجاحات قطاع البترول، فخلال العام الماضي ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 18.2 مليار دولار، فضلاً عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أكثر من 3 مليار دولار. وفي مجال البحث والاستكشاف تم طرح 4 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية منذ إطلاقها في 2021، ومن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري، كما تم وضع خطة طموحة مع شركائنا العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي، والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعاً. وفي إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، نجح قطاع البترول خلال 8 سنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال نقلات البوتاجاز، إضافة 79 مستودع لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، إضافة خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز. وفي مجال تكرير البترول تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بافتتاح السيد الرئيس لـ3 مشروعات كبرى منها. وفي إطار تعزيز استراتيجية قطاع البترول للتحول الرقمي، تم تنفيذ عدد من مشروعات الأنظمة الرقمية التي ساهمت في رفع كفاءة العملية التشغيلية. كما تم مواصلة تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع 1,200,000 وحدة سكنية. وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم الانتهاء من توصيل الغاز لما يزيد عن 200 قرية، وجاري العمل على الانتهاء من باقي القرى. كما تم زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط إلى حوالي 500,000 سيارة، ومضاعفة أعداد محطات التموين السيارات بالغاز لتصل إلى حوالي 900 محطة. وتعظيماً للقيمة المضافة وإحلال الواردات، تم تنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات، وجاري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى. فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، يسير قطاع البترول نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يخدم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة لمصر، دون أن نغفل مسؤولياتنا تجاه البعدين الاجتماعي والبيئي. فقد تبنى القطاع استراتيجية موحدة جديدة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على الاستدامة، بهدف دعم وزيادة مساهمة القطاع وشركائه في التنمية المجتمعية، محققاً العديد من قصص النجاح في مجالات التعليم والصحة والبيئة. وبالنظر إلى البعد البيئي، فقد جاءت قضية تغير المناخ وتحول الطاقة على رأس أولويات قطاع البترول. ففي نوفمبر الماضي نجحت مصر في تنظيم واستضافة نسخة استثنائية من مؤتمر المناخ COP27، تميزت بالشمولية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، والتي كانت نتاجاً للعمل الجماعي بين مختلف قطاعات الدولة. فقد نجحت مصر خلال تلك القمة في تسليط الضوء على شواغل القارة الإفريقية المتعلقة بقضية تغير المناخ،
وحقها في انتقال نطاقي تدريجي وعادل. كما نجح قطاع البترول المصري في توفير مقعد لصناعة البترول والغاز على مائدة قمة المناخ بتنظيمه اليوم خفض الكربون لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ. ولم يكن مؤتمرون هذا إيجيبس على مدار دوراته السابقة والحالية بمعزل عن قضية تغير المناخ، فقد تطورت فعالياته لتتضمن تخصيص فعالية حول الاستدامة في مجال الطاقة. واستمراراً لتطوير المؤتمر كمنصة أكثر شمولاً حول حلول الطاقة، يسعدني أن أعلن اليوم أن المؤتمر سوف يصبح اعتباراً من دورته القادمة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس، بما يسمح بتوسيع دائرة موضوعات المؤتمر والمعرض لتشمل قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاثات والهيدروجين ليتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة. فخامة الرئيس، السيدات والسادة الحضور، لقد عهدنا مؤتمر إيجيبس منصة رئيسية لتبادل الآراء وطرح المبادرات المتميزة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي في مجال البترول والغاز، لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. وفي الختام أود أن أتقدم مجدداً بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف سيادته لحفل الافتتاح ورعايته الكريمة للمؤتمر، كما أتوجه بالشكر لشركائنا على مشاركتهم لنا في هذا المحفل المميز، وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز. وإنني أتطلع إلى أن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً لضيوفنا الكرام، إقامة طيبة، ولمصرنا الحبيبة كل الخير والتقدم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متغيرات عالمية عديدة تؤثر على قطاع الطاقة في العالم، حيث يأتي هذا العام في أعقاب تنظيم مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي أقام لأول مرة في تاريخ فعالياته يوماً مخصصاً لخفض الكربون ليشمل قطاعات النفط والغاز، كما ذكر معالي وزير البترول منذ لحظات. لذا سنخصص الجلسة الحوارية التي ستدار الآن حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ. يدير هذه الجلسة المحاور جون ديفتيريوس، وهو محرر الأسواق الناشئة سابقا بوكالة CNN وأستاذ الأعمال بجامعة نيويورك أبو ظبي. جون، بليز. شكرا على هذه المقدمة السيادة الرئيس، يسعدني رؤيتكم مرة ثانية، وأشكر سيادة الوزير على الدعوة، وأرحب بكل الوزراء والضيوف. حيث أن الوقت محدود، وكنا هنا في فبراير 2022، لقد كانت سنة مليئة بالتحديات، وكذلك واجهنا الكثير من المشكلات في أسعار الطاقة والإمدادات، وناقشنا في COP27 الحاجة إلى الاستدامة، وكذلك أن نعتني بإفريقيا وحصولها على الطاقة، حيث أنهم هناك الكثير من سكان إفريقيا يعانون من الحصول على الكهرباء. وبالتالي فما سنناقشه اليوم هو صمود هذه الصناعة، ودعونا نصفق الآن إلى ما قامت به الصناعة هنا في مصر، صناعة البترول هنا في مصر خلال 12 شهرا الأخيرة، فلنصفق لأنفسنا على الإنجازات التي حققناها. أود هنا أن أتحدث على هذا الحوار الذي سنقوم به، وأنا أعرف أن يومكم مشغول، وأن الملك عبد الله سيكون موجود اليوم في زيارة مصر، لذا فإن لديكم قمة بعد هذا المؤتمر. إذا معنا حتى 9:45 أو 47 دقيقة. هل أحصل على موافقة سيادتكم قبل أن أبدأ؟ نعم، لأني في نهاية هذه الجلسة سنحصل على تعقيبات سيادتكم، و
فإذا كان هذا الحوار دائرا منذ 10 سنوات حول مصر كي تكون مركزا للطاقة في البحر المتوسط ومصدرة للغاز لأوروبا في هذا الوقت الحرج، كان شخص ما سيقول أن هذا جنون، لأن لكن ما حدث خلال 5 سنوات أخيرة خاصة في شرق المتوسط، وأن مصر أصبح لها مكانا في سوق الطاقة لتأمين الطاقة لأوروبا. ولكن دعوني الآن أرحب بأعضاء المتناقشين معنا، السيادة الوزير طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهو معنا جون كريسمس من الباتشي، والأمين العام لمنتدى الطاقة جون ماكمونو. فلنرحب بهم. ستتحدث بالعربية سيادة الوزير حتى إذا من أراد الاستماع إلى اللغة العربية يستطيع استخدام أجهزة الترجمة. إذن لدينا أقل من 10 دقائق، والنقطة التي أريد أن أركز عليها سيادة الوزير هو السؤال الخاص بالتعاون الدولي. لماذا يعتقد الكثيرون أنه ليس هناك حوار حول تأمين الطاقة ومعضلة الطاقة والاستمرار في الاستدامة؟ بعد الدرس المستفاد من كوب 27 وتمويل الدول النامية، ما الذي نحن بحاجة إلى أن نقوم به؟ كيف نستطيع تعميق التعاون الدولي وأن يكون هناك خطة للمناخ مع تأمين الطاقة في نفس الوقت؟ أتصور أن احنا يعني الفترة اللي فاتت، كم سنة اللي فاتوا، كان فيهم تحديات عالمية كبيرة، ويمكن كلنا شاهدنا التغير اللي حصل في أثناء الكوفيد-19 وبعد كده تباطؤ الأسواق، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية. كل ده طبعا أثر على قلب الموضوع، هو امدادات الطاقة وتأمينها. الحقيقة طبعا يمكن كانت هذه الأحداث كلها كانت كاشفة لأنه في حاجات لازم تتعمل وبالتوازي، وما كانتش جاهزة وقت هذه الأزمات. ويمكن كان من ضمنها قلة الاستثمارات اللي كانت موجهة للتحول الطاقي وتقليل الانبعاثات، وكان من نتيجة ذلك أنه مع وجود هذه الأزمات بيظهر على طول أهمية التعاون ما بين الدول لاستكمال ما ينقص من إمدادات للطاقة من الدول الأخرى علشان سد الفجوة. وفي نفس الوقت ظهر جدا أهمية وضع استثمارات كبيرة وفي التكنولوجيا من أجل التحول الطاقي، وفي نفس الوقت كمان أنه يبقى فيه استدامة. دي كلها لازم تتم بالتوازي، وبالتالي إحنا النهاردة وبتهيألي من خلال استضافة مصر لكوب 27 والحديث الجيد اللي تم فيما يتعلق بالحوار وفرض ما يحتاجه الدول الأقل حظاً والقارة الأفريقية بصفة خاصة، كانت نتيجة ذلك نجاح المؤتمر في أنه هو يقرر صندوق الصندوق بتاع التعويضات. وبالتالي كانت النتيجة أنه ده أظهر كويس جدا أنه إحنا نجحنا في خلق واقع ونبتدي نتحرك في اتجاه المظبوط. ومن هنا إحنا عايزين نقول أنه كل الحلول لازم تمشي بالتوازي، وهنا لازم نحرك الحكومات مع كبرى شركات الطاقة، مع المؤسسات الدولية، مؤسسات التمويل الدولية، حتى كلها توفر التمويل المحتاجينه، التكنولوجيا اللازمة لهذا التطوير، وفي نفس الوقت نشتغل على الطاقة الانتقالية بتاعتنا وهو الغاز الطبيعي مع بعض الوقود
الأحفوري خالي من الكربون، وإحنا بنتكلم على تقنيات خاصة بإزالة الكربون، وده شيء مهم جدا لأن إحنا لن نستطيع أن نستغنى عن الطاقة الأحفورية في يوم وليلة. فكل الحاجات دي لازم تمشي بالتوازي، وأتصور أن إحنا الحمد لله استطعنا من خلال كوب 27 أن إحنا نحط خريطة طريق مظبوطة، وأشقائنا بالإمارات في كوب 28 هيكملوا هذا المسار. شكرا. Thank you, Minister, for that. We have just over 5.5 minutes. Bernard, I'm going to ask you a very direct question. On this stage last year, you talked about being all in on the transition, but I think what we have learned, I use the word resilience for the industry, which I think is very true. But you have to be flexible because, for example, يكون هناك مرونة. على سبيل المثال كنتم تخططون لخفض إنتاج الهيدروكربون بنسبة 40%، ولكن بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية فإنه خفض إلى 5% فقط. إذن هل نحن نأخذ هذه التحديات العالمية بعين الاعتبار؟ من دواعي الشرف أن أكون هنا، حيث أن بي بي تحتفل بوجودها في مصر منذ 60 عاما. لذا أشكركم سيادة الرئيس على إتاحة هذه الفرصة، وعلى إتاحة الفرصة لكي نكون شركائكم. بشكل سريع، فإن الأحداث العام الماضي علمتنا أننا بحاجة إلى الانتقال الطاقي، وأننا بحاجة إلى هذا الانتقال أن يكون منظما كما ذكر سيادة الوزير طارق الملا في تعقيباته. إذن هذه هي استراتيجيتنا والتي أعلننا عنها في الأسبوع الماضي، حيث أننا سنستثمر المزيد في الأنظمة الحديثة، وهذه بحاجة إلى مزيد الاستثمارات، وفي نفس الوقت سنضع مزيد من الأموال من أجل الانتقال الطاقي، حيث يصل في كل مجال الاستثمار إلى 8 مليار دولار. وبالتالي نحن بحاجة إلى الحوار، وهذا ما سنقوم به هنا في مصر في مجال الغاز الطبيعي والهيدروجين وكل الفرص التي تتيحها هذه الدولة العظيمة. شكرا. أود أن أذكر الجمهور أن معنا رئيس مجلس الإدارة إدوارد بالن غدا، والذي سيقدم لنا تحليلا معمقا. جون، يسعدنا وجودك معنا. إذا ماذا عن الطلب على الغاز والبترول في سورينام وهنا في الصحراء الغربية في مصر؟ فإن هناك إمكانات هائلة، وكذلك في الولايات المتحدة. إذا ما هي توقعاتكم بخصوص الطلب، وكيف ينعكس هذا في محفظتكم الاستثمارية؟ شكرا. لقد رأينا طلبا عاليا، ولقد استمعنا إلى التعليقات الافتتاحية من الأمين العام. إذا نتوقع أنه في العقود القادمة سيكون هناك طلبا مرتفعا، حيث نجد أن 10% من سكان العالم ما زالوا بحاجة للحصول على طاقة بسعر ميسر، وبالتالي فإن هناك طلب عالي. وإن مصر لديها مجموعة متنوعة من الاستثمارات، وقد قمنا بزيادة استثمارنا بناء على رؤية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث مصر، حيث وفروا لنا منصة لمضاعفة استثماراتنا، حيث لدينا الآن أكثر من 17 حفار. وكذلك نحن نسعى إلى تلبية الطلب الموجود في مصر، وهذا بدعم من القيادة. شكرا لكم. إذن لقد قام بالتلخيص دقيقة، وهي مهمة ليست سهلة. إذن أفضل شيء تستطيع تقديمه لهذا الجمهور هو ما الذي نتوقعه من التعاون في منتدى الطاقة العالمي وأوبك الذي انعقد في الرياض. ونحن نعرف أن عام 2023 سيقدم لنا الكثير، ولكن دعنا نلقي نظرة سريعة على 2025 ونحن في عقاب الجائحة. نعم، من دواعي السرور أن أكون بينكم اليوم في حضور سيادة الرئيس. الـ EIF هي منظمة تجمع الأوبك ومنتدى الطاقة وبعض الدول ليست من الأعضاء معنا، ولكن مصر من الشركاء الرئيسيين. ونحن نعتقد أن الأسواق الآن ترسل لنا الإشارة، والبيانات التي نتلقاها من
صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات توضح أن الطلب بالفعل عاد إلى المستويات ما قبل الجائحة. ونجد أن معظم الأفراد يظنون أن الفجوة بين العرض والطلب بسبب الأوبك أو أن الأوبك لا ينتج المزيد، ولكن فجوة العرض حتى موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يشغلنا كثيرا على الإمدادات من غير دول الأوبك، ولكن الإمدادات من غير دول الأوبك هي ما يشغلنا حيث أنها لا تحصل على الاستثمارات الكافية. وهذا ما تحدث عنه الأمين العام للأوبك، وحيث هناك حاجة إلى الاستثمارات أكثر من 12 مليون دولار خلال العقدين القادمين، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن 644 مليار دولار خلال السنوات القادمة، أي حوالي 4.9 تريليون دولار في حتى عام 2030. وحتى نستطيع حل مشكلة الاستثمارات القليلة فإننا سنواجه تقلب في الأسعار وارتفاع كبير في الأسعار. وما تحدث عنه الوزير الملا أنه لدينا جميعا التزام تجاه المناخ، فإذا قمنا بمراعاة الانتقال الطاقي وخطة الطاقة فإننا يجب أن ندير هذا الانتقال، لأن الشعوب بدأت تفكر في تقلب أسعار الطاقة حيث أنها إحدى المشكلات، وأن كل تحقيق هذه الأهداف سيكون محل مخاطرة. وبالتالي فإن قادة المجموعة العشرين في العام الماضي والعام قبل الماضي أوكلوا إلى صندوق النقد الدولي أن يقوم بإدارة الحوار حتى تظل هذه الرسالة حاضرة. إذن عندما بدأت أزمة الطاقة أن تكون معروفة، وشقيقتي في كاليفورنيا قالت لي ماذا يقوم، ما هو دور الأوبك، حيث أن سعر الجالون في أمريكا وصل إلى أكثر من 5 دولار، وبالتالي كانوا يريدون ما الذي يحدث في عالم الطاقة حول العالم. وأنا أتمنى من المتناقشين أن يعطونا لمحة سريعة غدا ومتعمقة حول الوضع. وفي العام الماضي شاركنا سيادة الرئيس بعض التعقيبات، حيث لدينا منتدى غاز شرق المتوسط وهو لاعب أساسي الآن. إذن هل تود التعقيب؟ وعقبتم بأن الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن أن توفر حلولا، وما نراه الآن أن لبنان وإسرائيل تعمل على المنطقة الاقتصادية، حيث أن الطاقة من الممكن أن يكون جسرا للتعاون الممكن في المنطقة. إذن ما هو ردكم؟ الأول أننا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في مصر وفي النسخة السادسة للمؤتمر، وأتمنى لكم التوفيق. وأنا عايز أقول لك أن منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع شركات البحث والتنقيب هي اللي هتبقى العنصر الحاسم في ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من اثار الازمة والطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة. كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في لبنان زي ما ذكرته او في اسرائيل او في مصر او في اي دولة تانية، وهذا الغاز يصل الى أوروبا، اتصور ده هيقلل من حجم الطلب أو حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية. خلينا نضيف نقطة تانية واختم بها. يعني أنا عايز أقول يعني أصدقائنا الشركات الكبيرة والشركات اللي بتعمل في هذا المجال، تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، وده أثر على حجم الضخ أو حجم ضخ الاستثمارات في مجال يعني الطاقة الأحفورية البترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب. وبالتالي لما حصلت الأزمتين سواء الأزمة كوفيد أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدت الأسعار تبقى زيادة. يعني ده معناه أن احنا لا نتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع، واقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمة. شكرا جزيلا.
Mr. President, thank you again for holding. I love the new brand that you've created today, the Egypt Energy Show. I think there's a recognition also of natural gas and the transition to at least a couple of decades as we embark on that transition. Gentlemen, thank you for your input today. A nice round of applause for the panelists and of course our host. Thank you very much. Thank you, dear guests. That was very special and fast indeed. وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أدعو سيادتكم فخامة الرئيس للبدء في فعاليات المعرض المصاحب لمؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبت. شكرا لحضرتك. مستمرون مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في تغطية فعاليات معرض ومؤتمر إيجيبت 2023 في نسخته السادسة، والذي يحظى بتشريف وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعنى بهذا الأمر على مدى النسخ السابقة لهذا المؤتمر، مؤتمر ومعرض إيجيبت بوجه عام أو بصفة عامة، وإيجيبت 2023 لما له من خصوصية في هذا الإطار، خاصة مع التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم فيما يتعلق بالإمداد الخاصة بالطاقة. تأتي أهمية هذا المؤتمر لتعكس دور مصر كمحور استراتيجي مهم فيما يتعلق بالطاقة، إضافة إلى هذا الحدث الذي يعد الأهم والأبرز في منطقة شمال إفريقيا، لما له من انعكاسات إيجابية وزخم اكتسبه في النسخ الخمس السابقة من خلال حضور عدد كبير من الشركاء العالميين في مجال الطاقة والغاز والبترول. إذن هذا الأمر ينعكس إيجابا بالطبع على الشراكات التي من المتوقع أن تكون فيما بين هذه الدول وبعضها البعض، عرض الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والبترول في مصر أيضا. أيضا مشاهدينا الكرام، هذا المعرض المصاحب لمؤتمر إيجيبت 2023 يحظى أيضا بمشاركة 500 عارض و15 دولة، علاوة على تخصيص 11 جائزة من المؤتمر في مجالي الاستدامة والمساواة في الطاقة. استطاع هذا المؤتمر أن يجمع خلال النسخ الماضية بين كافة أطراف صناعة النفط محليا وإقليميا، منتجين ومستهلكين. الإعداد الجيد لإيجيبت 2023 ربما يتضح جليا من خلال البرنامج الذي سيتم اعتماده بالفعل وسيتم تطبيقه على أرض الواقع بداية من اليوم وحتى يوم 15 من الشهر الجاري، 70 جلسة نقاشية أو ما يزيد عن ذلك فيما بين صناع القرار في هذا المجال ورؤساء المنظمات المختلفة من المشاركين والمعنيين بمجال الطاقة وصناعة
صناعة الطاقة والبترول أيضا طفى على السطح أمر آخر يتعلق خاصة بعد النسخة 27 من مؤتمر المناخ كوب 27 والتي عقدت في شرم الشيخ. هذا الأمر يتعلق بإمدادات الطاقة ومدى تأثير هذه الشركات أو مدى تأثير الطاقة أيضا على مجال المناخ. فحدى هذا الأمر بالمشاركين أن يكون هناك يوم كامل مخصص لما يتعلق بالتعامل مع الكربون أو الحد من آثاره وتداعياته بشكل أو بآخر، إضافة إلى الحديث أيضا عن الاهتمام من قبل 290 متحدثا ورؤساء شركات و 70 جلسة نقاشية يشارك فيها أيضا بحضور رفيع المستوى 11 وزيرا للنفط والطاقة و7 أمناء عموم للمنظمات الدولية للطاقة و14 رئيسا لشركات عالمية كبرى، لما له من أهمية في تسليط الضوء على الأمور التي تعنى بهذا المجال، إضافة إلى دور مصر محور استراتيجي مهم للطاقة. هذا الحدث المهم والأبرز الذي يراه كثيرون كذلك وهو الأهم في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط يحمل عنوان شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة. إذن هو حضور قوي عاما تلو الآخر من قبل صناع القرار في هذا المجال، إذ يعنى الكثيرون في هذا الإطار بتطور فكرة الاستثمارات في هذا المجال فيما بين هذه الدول وبعضها البعض، خاصة أن إفريقيا تعد بوابة لمختلف الدول على مستوى العالم أو مصر تحديدا ومنطقة شمال إفريقيا للنفاذ إلى الدول الإفريقية. أيضا الحاجة إلى إفريقيا في هذا الإطار ربما أصبحت أكثر بكثير من أي وقت مضى مع تداعيات أو تحديات الحرب الروسية الأوكرانية في هذا المجال، والتي أثرت بشكل أساسي ومباشر على إمدادات الطاقة للدول الأوروبية والغربية بوجه عام. هذا الأمر حدا بصناع القرار والمسؤولين عن هذا المجال فيما يتعلق بالطاقة والغاز والبترول إلى إيجاد بدائل أو وسائل أخرى للتعامل معها، خاصة مع اشتداد احتدام التحدي هذا فيما بين الروس والغرب وليست أوكرانيا فقط. فتداعيات هذه الحرب الروسية الأوكرانية ربما أثرت وانعكست بشكل سلبي على مجال الطاقة، والذي يحرص الكثيرون على استمراره واستمرار ضخه بشكل مباشر مع أيضا فصل الشتاء القارس الذي نعيشه الآن وتعيشه أيضا أوروبا. إذن مشاهدينا الكرام، هذا المؤتمر الذي يحظى بالحضور القوي كما أسلفنا عاما تلو الآخر لما لهذا الحدث السنوي الذي تنظمه مصر من أهمية من الناحية الإقليمية والدولية، بصفته منصة مصرية تجمع قادة الطاقة العالميين والشركات الدولية العالمية في مجال النفط والغاز، أيضا الكيانات الدولية الكبرى والشركات التكنولوجية. هذا التجمع يهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص الجديدة في مصر بما يعزز اتجاهها نحو التطور والنمو وعقد المزيد من الشراكات الدولية، بجانب إقامة حوار مباشر بين صناع النفط والغاز في مصر وقادة صناعة النفط والطاقة حول العالم. هذا
في هذا الإطار، خاصة مع التحديات التي تواجه العالم في مجال الطاقة، وكما أسلفنا الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست بشكل سلبي في تأثيراتها على هذا المجال، مجال الإمداد بالطاقة. من هذا المنطلق أيضا، وكما تحدثنا عن COP27 ربما لها انعكاس إيجابي أيضا في هذا الاعتناء أو الاهتمام خلال المناقشات في هذه النسخة السادسة، بالحديث بشكل أكثر تفصيلا عن الطاقة الخضراء، عن الحفاظ على البيئة بشكل أكثر من ذي قبل، إدارة وخفض الانبعاثات أيضا، موضوعات الهيدروجين وصناعة النفط والرقمنة، المسؤولية المجتمعية أيضا. هذا المعرض في نسخته السادسة، معرض مصر الدولي السادس للبترول، يتحدث عن عدد من الموضوعات الأساسية كالاستثمار والتمويل والمساواة في الطاقة واستدامة موارد الطاقة وتأمين الإمدادات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي أثرت كما يرى كثيرون على خريطة الطاقة العالمية. الاهتمام أيضا بإبراز دور إفريقيا في تأمين موارد الطاقة في العالم هو من الأمور المهمة التي يعنى بها المؤتمر في نسخته السادسة. ومن داخل المعرض والحديث بشكل أكثر تفصيلا حول أهمية هذا المعرض، الانعكاسات الإيجابية لهذه النسخة السادسة، الاختلاف بين هذه النسخة عن النسخ الخمسة السابقة. يشرفنا في هذا الحوار المهندس محمد فتحي، مسؤول التسويق وتطوير الأعمال بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة بمجال الحفر البري والبحري. أهلا بحضرتك باشمهندس. صباح الخير. فهم نبدأ بالحديث عن أهمية هذه النسخة أو إيجيبس بوجه عام، في رأيك أهميته بالنسبة لصناع الطاقة والعاملين في هذا المجال؟ إيجيبس في نسخته السادسة بشكل أكثر تخصيصا، انعكاساته الإيجابية في رأيك؟ أنا شايف أكبر انعكاسات إيجابية في هذه النسخة أنه أعطى زخما كبيرا في خلال فترة أخيرة، وخاصة ثقة المشاركين في هذا المؤتمر في وجود نسخته السادسة، مما من نجاحات النسخ السابقة التي أضافت نجاحا لهذا المؤتمر من مشاركات العديد من الدول العالمية وأيضا صناع الطاقة العالمية. باشمهندس محمد، تحديات كثيرة بيواجهها العالم في هذا المجال، مجال الطاقة، ربما هذه التحديات حدت بالدول الأوروبية أو الدول الغربية بالاهتمام بالتعاون مع أفريقيا بشكل أكثر وثاقة أو وثيق بشكل أكبر من أجل توفير هذا الإمداد أو الدعم من الطاقة للدول الغربية والدول الأوروبية بحثا عن بدائل بعد الأزمة الروسية. انعكاسات ده الإيجابية في رأي حضرتك إيه على مجال العمل في مجال الطاقة خاصة مع دول الأفريقية من خلال هذا المؤتمر؟ انا وجهة نظري، انا شايف ان اصبحت مصر مركزا اقليميا لهذا المجال، مما يضيف اهميه للدول الافريقيه واهمها مصر. اصبحت مركزا اقليميا عالميا في تصدير الطاقه، مما يعمل على اضافه الثقه عالميا على الشركات الافريقيه واهمها شركه واهمها مصر. وبالاضافه ايضا وجود شركه القطاع الخاص، احد الشركات العامله في قطاع الحفر البري والبحري، ومما اضاف ايضا الى القيام باعمال الانتاج المبكر حتى نتمكن من استخراج الزيت الخام وتجهيزه، وبالاضافه الى وجود استخدام شركات هذا القطاع الخاص بتطوير الاعمال من خلال المشاركات والاحتكاك المباشر ما بين الشركات العالميه والشركات الدوليه وصناع الطاقه المحوريه. الحفر البري او البحري زي ما حضرتك ذكرت يعني في حديثك، وهي شركه احدى شركات القطاع الخاص اللي حضرتك بتعمل فيها، هي معنيه بهذا المجال، لاي مدى حققت مصر تطور في مجال الحفر؟ وهل احنا في السابق قبل الاهتمام بهذا المجال بشكل كبير او التوسع فيه من قبل القطاع الخاص كنا نعتمد بشكل اكبر على الشركاء في هذا الاطار؟ كنا بنعتمد بشكل كبير على الشركات الاجنبيه، بس الحمد لله بوجود شركتنا في خلال الفتره الاخيره ادت الى الاكتفاء الذاتي لمصر باستخدام أجهزة الحفر البرية والبحرية، والتي استطاعت أيضا أن تصبح أكبر شركة على مستوى العالم في مجال الحفر البحري من نوعية الجاكوب، وهذا مما أضاف ثقة في شركاتنا نتيجة العمل الدؤوب من جميع الجهات المختصة لتحقيق الشركة في مجال الطاقة العالمية.
طيب حضراتكم أول القطاع الخاص بوجه عام، هل بيعول كثيرا على مثل هذه المؤتمرات؟ النسخ الخمسة السابقة حضرتك شايف أنها أضافت في هذه النسخة السادسة بشكل أكبر وأعمق، أيضا حديث آخر عن مؤتمر كوب 27 انعكاساته الإيجابية أيضا على التطور في مجال العمل في الطاقة، أيضا الاهتمام بشكل أكثر بهذا المجال بإيجاد يعني وسائل آمنة للتعامل مع التغيرات المناخية للحد منها أو التقليل من الانبعاثات أو الفعاليات أو تفاعلاتها مع الأمور بشكل أكبر. أنا شايف برضو أن ده من ضمن الحاجات الرئيسية اللي اهتم بيها القطاع عندنا، أن احنا نحاول نقلل انبعاثات الكربون في أجهزة الحفر البحرية والبرية بالإضافة إلى التكنولوجيا الرقمية التي تم استخدامها بشكل واسع في مجال الحفر على مستوى جميع الأجهزة العاملة بالشركة. احنا بنشكر حضرتك. الخاص العاملة في مجال الحفر البري والبحري. إذن مشاهدينا الكرام، وكما تابعنا مع حضراتكم يعني فعاليات هذا اليوم إيجيبس 2023، وكما نتابع مع حضراتكم وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر المعرض، معرض إيجيبس 2023 في نسخته السادسة. جدا، وطبعا موضوع ان احنا بنشتغل دلوقتي على التحول الرقمي وكل الخرائط بتاعتنا الجيولوجيه الشركات العالميه بتدخل عليها من غير ما نعمل بقى مزايدات وكراسه طرح وجرنان، الحاجات دي ما بقتش تتعمل دلوقتي كلها الكترونيه. عشان كده الحمد لله احنا عندنا مشاركات كبيره جدا في اخر مزايدات حضرتك في الفتره اللي فاتت، والحمد لله تبقى ليها نصيب كبير من النجاح باذن الله ان شاء الله. مش عايز اعطل سيادتك الفتره اللي فاتت. طبعا شغالين في استكشافات. احنا بقى لنا 50 سنه في مصر وفخورين بتاعنا. بس احنا عايزين 50 سنه نشوف انتاج بقى منين بقى. لا 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 Thank you.
Let's see project. Absolutely, that's what we do. Please. Yes, sir. Thank you. We're in a game against Claudio Bashan. Thank you, brother. Thank you. 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 Thank you